السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا. احنا المرة الماضية سوينا insert للداتا في الداتابيز وسوينا وضبطنا اللغة العربية في الداتابيز. اوكي، طبعا انا مجهز عندي من قبل هي امثال باللغة الانجليزية وتسويت لها ترجمة باللغة العربية وباللغة الاسبانية. طبعا ليش انا اخترت باللغة الاسبانية؟ لانه في عندنا بعض الاحرف غريبة في الترميز. اوكي، مثلا زي عندنا في اللغة الاسبانية هذا المقال اللي هو رقم 4. اوكي، في عندنا هذه علامة الاستفهام المقلوبة هذه، والشرطة اللي فوق حرف الاي هذه احرف غريبة مش انجليزي، هي هتكون اسباني، فبدنا نشوف كيف هتصير مع الداتابيز. عشان هيك انا اخترت اللغة الاسبانية. تمام، هنسمي لها PHP Artisan Migrate Fresh مع السيد، ونسوي لها migration fresh seed. اوكي تمام، نيجي نشوفها عندنا في الداتابيز. refresh. اوكي تمام، الان لو نلاحظ انه عندنا هنا في الداتابيز لو اخترنا هذه اللي هي رقم 4. اوكي، هنا عندي في التايتل طلع لي علامة الاستفهام المقلوبة وطلع لي اللغة العربية بالشكل الصحيح، وهنا سوى لي السلاج وحذف جميع الأحرف الغريبة. أوكي، معناته إحنا الشغل تبعنا صحيح. طيب الخطوة اللي بعد هذه، المفروض إنه أنا أعرض هذه البيانات عندي في صفحة اللي هي البوست عن طريق الكنترولر، وكمان بدنا نسوي معها رابط. أوكي، فمعناته هنيجي هنا بس نساوي لهاي مينيمايز ونسكر البوست سيدر، خلصنا منه. هنيجي على الاب، على الكنترولر، على البوست كنترولر. هنا عندنا في الاندكس اول حاجه هنيجي نحكي له بوست يساوي الموديل تبع البوست اللي هي latest. اوكي، اللي هي هذه اختصار لكلمه order by created at descending. اوكي، نقدر نختصرها بالليتست. اوكي، هنقول له هنا get، وبعدها نستدعي الفيو اللي احنا راح نسويه الان. الفيو نحكي له هنا posts.index. اوكي، ونعطيها هنا compact اللي هي البوستس. تمام، طيب انا معناته انا بدي ابني مجلد اسمه بوست وبليت اسمه اندكس في الريسورس في الفيو في الفيو. اوكي، هاجي هنا احكي له بوست سلاش اللي هي الاندكس. تمام، معناته انا بنيت مجلد اسمه بوست وبنيت بليت اسمه اندكس هنا. اوكي، طيب انا بدي اعرض عندي في البوست هذا اللي ID والتايتل، خلينا نستدعي منها. اوكي، فمعناته انا هنا هسوي له اللي هي الكارت. اوكي، نجهز التمبلت تبع الكارت. اوكي، طيب بالمناسبه خلينا نسوي دوبليكيت للاندكس. اوكي، ونسميها الشو اللي هي عرض مقال واحد. اوكي، هنسميها هنا شو دوت بليت دوت اندكس، برضه نفس التمبلت هذا هنسخه اوديه على الشو. تمام، هنرجع للشو فيما بعدين. تمام، هنا عندنا في الكارت عندنا التايتل. التايتل المفروض انه انا احكي له هنا دوت كارت تايتل. اوكي، واحكي له هنا البوست. تمام، وهنا عندي الكارد بادي، او بلاش انه نسويها كارت، خلينا نكتب تيبل على طول عشان يكون التيبل على كامل الكارت. اوكي، فمعناته هنا نحكي له ديف كلاس اللي هو تيبل ريسبونسيف. اوكي، وبداخل التيبل ريسبونسيف هنكتب تيبل دوت تيبل. اوكي، ونعطي له مثلا كمان اللي هي البوردر تيبل بوردر. اوكي، هنا هنعطي له تي هيد ونعطي له تي اتش، وبداخل التي تي ار، وبداخل التي ار تي اتش،
اوكي اللي هي هيكون هذا الاي دي، وكمان هنسوي له دوبليكيت اللي هو التايتل. تمام، هنيجي هنا نحكي له تي بودي تي ار تي دي، يكون هنا الاي دي مثلا نحكي له، طبعا لازم نسوي له اللي هو الفور ايتش. posts as post. اوكي، وهنا قبل ما ننسى نسكر ال for each and for each. اوكي، هنا نحكي له post id ونسوي له duplicate اللي هو التايتل. طبعا لاحظ انه هنا انا ما استخدمت اي ترجمة، لا قلت له لا جيب لي لا en ولا ar ولا ca. اوكي، فمعناته أنا كأني بشتغل على موقع عادي بدون أي ترانسليشن. تمام؟ طيب خلينا نرجع هنا، المفروض أنه أنا أحكي له هنا en posts. أوكي؟ عشان أسوي له هذه الحركة أنا معناته أنا لازم أسوي له اللوكال في الـ URL، وهذه الطريقة الأولى اللي إحنا راح نسويها مع بعض. تمام؟ معناته أنا عشان أعرض هذا اللوكال في الـ URL أنا محتاج شغلتين، أول حاجة إني أبني ميدلوير، أوكي، والشغلة الثانية إنه أنا أسوي الراوت. فخلينا نسويها مع بعض. أول حاجة خلينا نبني ميدلوير نسميه language CLS PHP Artisan make ميدلوير اللي هو language. اوكي، سوي له انتر. اوكي، middleware created successfully. وين هنروح؟ هنروح على ال app http middleware. middleware هنا هلاقي ال language. طبعا عندي function واحد لل middleware اللي هو الهاندل، هنا احنا بدنا نسوي بعض البيانات. تمام، اللي هي انه انا احكي له انه اذا ما كانش عندي في ال url local انه يحط لي اللوكال المعتمد. طيب ايش الديفولت تبعنا؟ الديفولت تبعنا اللي هو من ملف الكونفيج في الاب اللي هو اللوكال، اوكي، اللي هو عباره عن en. طيب انا بدي اضيف عندي كمان لوكالز كمان اضافيه، نقدر بطريقتين، يا اما نستخدم ملف الاب نفسه هذا، او نقدر ان كمان ننشئ ملف ثاني في الكونفيج، وهذا اللي انا بفضله، هننشئ PHP file ثاني ونكتب له locals. اوكي، اللي هي انه احنا نفصل البيانات تبعت language في هذا الملف. تمام، هنا نحكي له return ونعطي له شوية باراميتر قبل ما نبني الميدلوير تبعنا. تمام، ايش البيانات اللي انا محتاجها؟ عندي هنا في الاب في عندي هنا الفول باك لوكال اللي هو هذه اللغه الافتراضيه. اوكي، معناته انا هسوي لها كوبي واسوي لها عندي هنا في اللوكال بيست. اوكي، عندي الشغله الثانيه هاعطي له اللي هي اللانجوجز. اوكي، واسوي له اياها على شكل اري. اوكي، ايش هحط في الاري؟ انا عندي ثلاث لغات حاليا بدي استخدم اللي هي الاي ان. اوكي، كمان هسوي لها array اللي هي عباره عن اول باراميتر اللي هو اللانجوج، لانج اختصار لانجوج اللي هو en. اوكي، اعطي له الباراميتر الثاني اللي هو اليونيكود اللي هو الترميز تبعها هيكون en underscore us. اوكي، البراميتر الثالث اللي هو هيكون RTL support. اوكي، RTL support هيكون اللي هي عبارة عن false. اوكي، واعطي له البراميتر الأخير اللي هو عبارة عن name. اوكي، name يساوي English.
تمام. خلصنا من اول حقل في اللانجوج، هنسوي له دوبليكيت مرتين. عندي الثاني AR اليونيكود هيكون على سبيل المثال، طبعا بما انه انا في السعوديه هستخدم AR_SA اوكي. وعندي ال RTL support هتصير true، وعندي النيم هنا Arabic اوكي. عندي اللغه الثالثه اللي هي Spanish، وعندي هنا false، عندي هنا اللي هي بتصير CA_ES. طبعا اذا انت حابب انك انت تعرف ايش الترميز تبع اللغه هنسوي عليها سيرش في جوجل عشان نطلع البيانات اوكي. انا هذا كل اللي انا محتاجه في ملف اللوكال. طبعا لو جينا هنا على جوجل نكتب له هنا مثلا Spanish language local code اوكي. هنا بيطلع لي المعلومات تبعتها. طبعا في عندي اللي هي في عندنا list of country اوكي. لو اخترنا هنا اللي هي CA اوكي، الكتالان سبين اللي هو الاسباني اوكي، اللي هي هيكون اللوكال كود CA_ES اوكي. فمعناته انا من هنا اخذت البيانات تبعتي. نرجع اوكي تمام، انا معناته انا هيك خلصت من ملف اللوكال تبعي. نيجي على الميدل وير تبعنا اوكي. طيب هاجي هنا عندي على الميدل وير تبعنا، هحكي له اول حاجه اعرف له اللوكالز، هقول له اللوكالز، واستدعي الملف اللي انشأناه قبل شويه اللي هو config اوكي، اللي هو عباره عن اسمه collocals اللي هو languages تمام. وهشيل ال AR واللانج اوكي. طيب اول حاجه هسوي له انه يشيك لي على الراوت، هل موجود في segments اللي هي تبعت ال EN او ال AR او ال CA. اذا كانت موجوده فمعناته، اذا ما كانت موجوده فمعناته انه هو يضيف لي اللوكال فيها اوكي. فمعناته انا احكي له هنا if not array key exist اللي هو الريكوست سيجمنت السيجمنت. طبعا هذه الريكوست سيجمنت معناته انه اقرا لي اليو ار ال اللي هي من بعد الباك سلاش اوكي، اللي هي رقمها تكون واحد اللي هي بعد اول سلاش. مثلا هنا هتصير مثلا هنا عندنا هذا اول باك سلاش، هذا هيكون صفر سيجمنت صفر، هذا هيكون سيجمنت واحد، هذا هيكون سيجمنت 2 اوكي. فمعناته انا هاجي هنا على سيجمنت واحد اقول له هل هو موجود هذا، اذا ما كان موجود هذا السيجمنت في وين اللي هو اللوكال اوكي. فمعناته سوي لي الاوامر التاليه اللي هي اول حاجه جيب لي سيجمنت يساوي الريكوست جيب لي جميع السيجمنتس اوكي. الامر الثاني هحكي له هنا سوي لي array pre append السيجمنتس يساوي array، هنستخدم اللي هي الarray من eliminate support pre append prebend اللي هي السيجمنتس لوكال. وبعديها سوي لي ريدايركت للمسار الصحيح اللي هو عبارة عن ايش، return redirect to اللي هو implode جيب لي هذه الباك سلاش
جميع الامبلود يعني فصل لي اياها اوكي لس سيجمنتس اوكي. هنا خلصنا الميدل وير تبعنا. ايش راح نساوي؟ راح نضيفه في الكيرنل اوكي. فمعناته هنيجي هنا على الكيرنل على الراوت ميدل وير، هنا هنسوي له لوكالايزد، نعرف له حاجه اسمها لوكالايزد مثلا اوكي، ونقول له هنا اب ميدل وير اللي هو اللانجوج دوت كلاس اوكي. معناته انا عرفت اللوكالايزد هذه اللي هستخدمها عندي في الراوت اوكي. اخذ هذه كوبي ونروح وين؟ على الراوت عشان نبني الراوت تبعنا. اجي هنا على الراوت عندي هنا في الويب، هحكي له هنا الراوت ميدل وير، هعطي له الري اللي هو عبارة عن اللوكالايزد اوكي بريفكس اللي هي عبارة عن الاب get local اوكي اللي هي لغة الموقع الحالية تمام. group function واجمع لي بداخلها الراوتس هذه اوكي. احكي له الراوت ريسورس اللي هو البوست اوكي، وهنا هنحكي له اللي هو عبارة عن الكنترولر تبعنا اللي هو البوست كنترولر دوت كلاس اوكي. طبعا بما انه ريسورس ما في، مش هكتب اي فانكشن. import class طبعا اضاف لي يا كيوز فوق اوكي تمام. طيب طيب حاليا احنا بدنا ننشئ كنترولر ثاني بحيث انه احنا نقدر نغير اللانجوج من الناف بار او الاب بار اوكي. طيب محتاجين كمان نعرف انه الديفولت تبعت اللانجوج في اللارافيل اول ما يفتح الابلكيشن. ايش اللي هنسويه؟ هنروح على الاب بروفايدرز، على الاب سيرفيس بروفايدرز، هنا هنحكي له في البوت اللي هو اب اللي هو سيت لوكال اللي هو ريكويست سيجمنت 1 تمام. معناته انا حاليا عرفت انه اول لوكال هتقابله عندي هنا في الصفحه معناته هو هذا الديفولت تبع اللارافيل تمام. طيب احنا لحد هنا خلصنا الاشي الرئيسي. طيب بضل عندنا شغله ثانيه انه احنا ننشئ كنترولر ثاني اوكي، نسوي له اللي هو تعديل للراوتس اوكي. مثلا اذا غيرنا من انجليزي لعربي او من انجليزي لاسباني او من اسباني لعربي او العكس كذلك، انه نسوي لها فانكشن بحيث انه لما نغير اللانجوج تتغير معها المقال ويتغير معها الراوت نفسه. خلينا نسويها الحلقة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.